إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كما ذكر أخونا الشيخ سيد بأن شهر رمضان يفرح بقدومه المؤمن ويستثقله الفاجر والمنافق، يفرح بقدومه المؤمن ليجدد التوبة فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة مطلوبة في بداية الطريق وفي منتصف الطريق وفي نهاية الطريق. التوبة هي المنزلة التي ينتقل معها إلى غيرها ولا ينتقل منها إلى غيرها، فهي مصاحبة للعبد دوما. وفي سورة النور وهي مدنية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن التوبة مطلوبة في بداية الطريق وفي منتصف الطريق وفي نهاية الطريق. وسورة التوبة التي ذكرت فيها التوبة هي من أواخر سور القرآن نزولا، وهذا يشير أيضا إلى أن التوبة مطلوبة في نهاية الطريق، فهي المنزلة التي يصطحبها المؤمن ولا ينتقل منها إلى غيرها بل ينتقل معها. وليفوز العبد بمضاعفة الحسنات وعظيم الدرجات، وذلك لشرف الزمان، فالحسنات تتضاعف لشرف الزمان كشهر رمضان وشرف الحال. ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتها أجرها مرتين، وكذلك لشرف المكان كالمسجد الحرام يضاعف فيه الحسنات وتضاعف فيه أيضا السيئات. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. والاجتماع العمرة في رمضان يجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان، فقد عدلت العمرة بحجة في الثواب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفرح المؤمن بقدوم هذا الشهر لأنه يعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة، فالسعيد من اغتنم فيه الساعات وتقرب إلى الله بما أمكنه من وظائف العبادات، ولا ينشغل بمفضول عن الفاضل. أول ما يطمع الشيطان من العبد في الكفر، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فإن لم يجبه العبد يطمع منه في كبائر الذنوب. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإن لم يجبه إلى الكبائر يطمع منه في الصغائر والإصرار عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه.
فإن لم يطمع منه في ذلك شغله بالمباحات وصرفه عن الطاعات، شغله بكثير النوم وفضول الأكل وفضول النظر وفضول السماع وفضول كثير من المباحات، فيفوت عليه كثيرا من الطاعات. وأنت في شهر رمضان تحتاج إلى كل دقيقة، فإذا كان العبد واعيا وناصحا لا ينشغل بمباح ولا بفضول مباح عن فعل الطاعات، يطمع منه أخيرا بماذا؟ بعمل مفضول عن عمل فاضل، وهذا آخر شيء يطمع فيه، وهذا مما يستدعي للعبد أن يعرف مقدار العبادات وفضل العبادات بعضها عن بعض، فلا يشتغل بمفضول عن فاضل. فإن لم يطمع منه في ذلك سلط عليه أعوانه من شياطين الإنس والجن يؤذونه. إن الاستعداد لرمضان قبل قدوم رمضان لهو علامة على صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا من تعظيم شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهناك وصايا للعبد الصالح لابد أن وينبغي أن يحرص عليها. الوصية الأولى، أول ما ينبغي فعله توبة النصوح وندم شديد على ما مضى من التفريط في حق الله سبحانه وتعالى. فهل لاحظت يا عبد الله ما يصيبنا في هذه الأيام أفرادا وجماعات من مصائب وابتلاءات؟ فلا بد من مراجعة النفس، لماذا حلت بنا كل هذه الابتلاءات؟ والله تعالى بابه مفتوح للعباد بالتوبة وتجديد التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهل ذكرت الآية توبة؟ التوبة مفهومة من الآية التي بعدها، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فلئن أتعبتك المعاصي وأسقلتك الذنوب فاعلم أن لك ربا يريد منك أن تتوب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا واندم على ما فعلت من المعاصي والذنوب. كيف عصيته وأنت تعيش على أرضه؟ كيف عصيته وأنت تعيش تحت سمائه؟ كيف عصيته وأنت تتنفس من هوائه وتأكل وتشرب من آلائه سبحانه وتعالى؟ إن إمهالك لأن تتوب وإعطاك الفرصة وإعطاءك الفرصة من الله سبحانه وتعالى لهي نعمة عظيمة، نعمة عظيمة على العبد أن يمهله الله سبحانه وتعالى حتى يتوب قبل أن تتخطفه ملائكة الموت وأنت على عصيانك فتلقى في النار. فاخلو بنفسك واعترف بذنبك وناجي ربك
وتذكر غدراتك وفجراتك وهفواتك وعصيانك وآثامك التي ارتكبتها في حق ربك وقد سترها عليك. الوصية الثانية: إذا دخل عليك الشهر الكريم فعليك أن تشكر الله تعالى على نعمته بأن مد لك في عمرك حتى تستفيد من هذا الشهر بأنواع الطاعات وأنواع القربات. فكم من قلوب اشتاقت إلى لقاء رمضان لكنها أصبحت تحت التراب. الوصية الثالثة: عند بداية الشهر تعلم ما لا بد منه من فقه الصيام والعبادات المرتبطة برمضان من اعتكاف وعمرة وزكاة فطر وغير ذلك من الطاعات، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. الرابعة: عقد النية والعزم الصادق على العمل والاجتهاد في الطاعة والذكر وتعمير رمضان بالأعمال الصالحة، فالله سبحانه وتعالى يعطي العبد من الخير على قدر نيته وعلى قدر إخلاصه، فمن كملت نيته تم إعانة الله له سبحانه وتعالى. الخامسة: استحضر أن رمضان كما وصفه الله تعالى أياما معدودات، فسرعان ما يولي فهو سريع الرحيل، واستحضر أن المشقة الناشئة من الطاعات تذهب المشقة ويبقى الأجر، ويبقى كذلك انشراح الصدر. وعن قريب وبعد غد تلتقي مع إخوانك في العيد، وقد مر رمضان كالبرق، فاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر. سادساً: تذكر بالصيام الظمأ في يوم القيامة وما أشبه الدنيا بنهار رمضان وما أشبه الآخرة بساعة الإفطار، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.